السلام عليكم لي زامي، مكرحبو فيكم في حلقة من حلقات لا شين كور اونلين على اليوتيوب، في موديل جديد اللي هو موديل التريتمون دو سالير. وغادي نشوفو فيه بالضبط السالير بغيت جلوبال، كيفاش نحسبو السالير بغيت جلوبال. اول حاجة السالير بغيت جلوبال او لا ما يسمى اس بي جي كيتكون او لا هو المجموع ديال هاد لي زيليمو هادو. سالير دو باز غادي نشوفو كيفاش كيتحسب، الا ما كانوش عاطينو لينا كيعطونا واحد المعلومات اللي بيه كنحسبوهم بيهم كنحسبوه. لي زوغ سيبليمونتير حتى هما الا ما كانوش عاطينهم لينا محسوبين ولكن عاطينا بعض المعلومات غادي نحسبوهم. لي بريم كاين فيهم لي بريم اللي كتحسب ولي بريم اللي ما كتحسبش كيكونوا عاطينهم لينا. غنشوفو البريم اللي خاصنا نحسبوهم اللي كيكونوا فيهم علاقات او لا اللي كيتحسبوا لي زانديمنيتي. بالنسبه لي زانديمنيتي غالبا تيكونوا معطيين لينا محسوبين، يعني ما غنحتاجوش نديروا شي علاقه باش نحسبوهم. الوكاسيون فاميليال حتى هما غنشوفهم كيفاش كيتحسبوا، الا ما كانوش عاطينهم لينا محسوبين غنشوفهم كيفاش كيتحسبوا. هاد اس بي جي او لا سالير بغيت جلوبال هو المجموع ديال سالير دو باز بلس لي زور سيبليمونتير بلس لي بريم بلس لي زانديمنيتي اي الوكاسيون فاميلي. اولا سالير دو باز، سالير دو باز اش كيساوي الا بغينا نحسبو؟ هو نومبر دور نورمال، يعني عدد الساعات العاديه مضروب او لا جداء الطو اوغير نورمال، يعني البري اوغير يعني الثمن الساعه، شحال تيخدم هاد السيد مثلا للساعه، الثمن الساعه كنضربوا عدد الساعات اللي تيخدمهم، عدد الساعات العاديه اللي تيخدمهم اي سالاري او لا موظف كنضربوهم في ثمن الساعه، تيكونوا عاطينا ثمن الساعه وعدد السوايع اللي خدم. دونك سالير دو باس كيساوي نومبر دور نورمال فوا طو اورير نورمال، عدد الساعات في ثمن الساعه. لحد الان هادشي واضح. غادي ندوزو لي زور سيبليمونتير او لا ما يسمى بالساعات الاضافيه، يعني اي سالاري مثلا كتكون الخدمه كثيره مثلا او لا شي حاجه بحال هكا، المشغل ديالو تيطلب منه انه غادي يخدم مثلا نهار زايد، يعني مثلا نهار زايد او لا نهار خارج الساعات الاضافيه ديالو. مثلا غنشوفو لي زور سيبليمونتير والماجوراسيون، يعني شحال خصو يتزاد على السالير الحقيقي ديالو. ما اي واحد دابا مثلا خدم خارج ساعات العمل ديالو راه كيتقاضى واحد التعويض او لا واحد الزياده، لانه خدم في واحد الوقت اللي ما كانش خصو يخدم فيه، دونك ضروري غتكون واحد الزياده او لا تعويض على داك النهار اللي زاد. غنشوفو التعويض، الا مثلا زاد خدم غير في النهار، خدم في الصباح، يعني مثلا زاد واحد ساعات اضافيه ولكن خدمهم غير في الصباح ماشي في الليل، غير في الصباح كتزاد واحد الماجوراسيون على السالير ديالو او لا في لي زيغ سيبليمونتير ديال 25%. الماجوراسيون على من السالير دو باز ديالو كتزاد 25%. بالنسبه الى خدم بالليل من هنا دايرين من 10 الليل حتى ل 5 الصباح، هما دابا حاليا ولاو تيديروا من 9 الليل حتى 6 الصباح. دونك الى خدم من 9 الليل حتى 6 الصباح كتزادوا 50%. الى خدم من 9 الليل 10 من 10 الليل 9 من 9 الليل ل 6 الصباح تتزادوا 50%، يعني الى خدم بالليل كتزادوا 50% الماجوراسيون. سو تو سون بورتي 50%، امتى كتزادوا 50%؟ لو جور يعني النهار، اي 100% لا نوي. امتى كتزادوا 50% الى خدم بالنهار؟ حنا قلنا الى خدم غير في الصباح زاد واحد السوايع اضافيه غير في الصباح كتزادوا 25%، ولكن امتى غتولي 50%؟ كتولي 50% الى خدم في الى خدم الغوبو ايبدوماديغ، يعني في الراحة الأسبوعية أو في العطلة الأسبوعية اللي هي السبت والحد. إلا زاد واحد السوايع نهار السبت والحد مثلا مع الصباح كتزادوا 50%، أو لا
في لي جور فيغي، لي جور فيغي كتزادو ما بين 50% الى خدم في الصباح و100% الى خدمهم في الليل. لي جور فيغي كتزادو 100% من الصالير الى خدم، يعني دوبل، يعني الصالير تي دوبل الى خدم في لي جور فيغي. لي جور فيغي اشنا هما؟ لي جور فيغي هما العطل، العطل والاعياد، الاعياد الوطنيه والاعياد الدينيه، هادو هما اللي كنقصدو بهم لي جور فيغي. مثلا واحد نورمالمون اصلا ما خصوش يخدم في هذوك العطل، كتكون راحه عند الوطن كامل او لا في هذوك الاعياد. ملي كاينو ضو كيزيد واحد السوايع اضافيه في هذوك الاعياد سواء الوطنيه ولا الدينيه، راه تيتقاضى واحد الاجر زايد لانه دار واحد المجهود او لا واحد السيرفيس اللي ما خصوش يديرها في ذاك النهار. دونك خص دونك المشغل ديالو تيزيدو كدوبل الى خدم بالليل في لي جور فيغي او لا في غوبو هبدومادير، وكتعطاه 50% الى خدمها غير في الصباح. بالنسبه لي جور فيغي ها هما يعني الاعياد الوطنيه والدينيه. لي جور فيغي ماروكان عندنا 1 جونفي، 11 جونفي، 1 ماي، 30 ماي، 14 اوت، 20 اوت، 6 نوفمبر، 18 نوفمبر. هادو الاعياد الوطنيه، هادو الاعياد الوطنيه. بالنسبه للاعياد الدينيه عندنا العيد، عيد الاضحى، عيد الفطر، عيد المولد النبوي، فاتح، محرم. هادو بالنسبه للاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه، هادو كيتسموا لي جور فيغي كيف ما قلت. لي زور سيبليمونتير اش غيساويو الا بغينا نحسبوهم؟ لي زور سيبليمونتير الا بغينا نحسبوهم كيساوي نومبر دور، نومبر دور نورمال، يعني عدد الساعات العادية اللي كيخدمهم أي موظف، جوداء مضروب أو فوا طو أورير نورمال، يعني عد تمن ساعة، تمن ساعة يعني عدد الساعات مضروب في تمن ساعة طو أورير نورمال مضروب أو لا فوا واحد، واحد زائد طو دو ماجوراسيون. باش كنعرفو طو دو ماجوراسيون؟ مثلا تيعطيك في التمرين راه خدم مثلا من 9 الليل حتى 6 الصباح. الى رجعنا المعلومات اللي عندنا هنايا من 9 الليل حتى 6 الصباح، ها هي شحال غنزيدوه؟ 50%، يعني غنديرو هنا 1 زائد 0.5، يعني هي 50% مقسومه على 100. كنديرو 1 زائد 50 مقسومه على 100، يعني لي زور سيبليمونتير غيساوي عدد الساعات العاديه مضروب في 8 ساعة مضروب في 1 زائد طو دو ماجوراسيون اللي هي كيف ما شفنا راه كل طو على حساب الحالة اللي عطاوك. بريم دونسيانتي، بالنسبة لبريم دونسيانتي أولا زيادة على الأقدمية، تعويض على الأقدمية أولا واحد زيادة على الأقدمية. بريم دونسيانتي ajouté au salaire d'un employé ayant les conditions d'ancienneté requises. يعني خاص توفر فيه واحد الشروط باش يستافد من هاد لانديمني او بريم دو لونسيانتي، يعني واحد الزياده كتكون عند الموظفين على حسب الاقدميه ديالو. كل ما يعني كانت عنده الاقدميه بزاف في الخدمه ديالو كيتقاضى واحد البريم. دونك الا كان 5% كتزادو 5% دو سالير دو باز بلوس لي زور سيبليمونتير. واحد المعلومه نقولها لكم، في البخيم دونسيانتي ملي كنبغوا نحسبوها كنشدو السالير دو باز وكنزيدو عليه لي زور سيبليمونتير الا كانوا عاطينهم لينا في التمرين. سالير دو باز بلوس لي زور سيبليمونتير وكنضربهم في 5%. مثلا امتى تنضربهم في 5%؟ الى كانت عنده عدد الخدمة أو السيرفيس ما بين 2 و5 سنين. إذا كان خدام في السيرفيس ما بين 2 و5 سنين، إذا كان خدام في السيرفيس ما بين 2 و5 سنين تنضربوها في 5%، تنشدو السالير دو باز وكنزيدو عليه لي زور سيبليمونتيغ وكنضربوه في 5%. هو ديجا تيكون عاطيك واحد المعلومة، تيقول لك لونسيان تاع عنده مثلا 10 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين أو 12 عام أو 20 عام، يعني تيقول لك لونسيانتي يعني المده ديال الشغل، او تيقول لك لا ديغي دو لومبلوا دو سيت سالاري مثلا هو 10 سنين. دونك يعني افكتيفمون غادي تمشي تحسب بريم دونسيانتي لان عاطيك معلومه
وعاطيك واحد الطابلو فيه هاد لي طو هادو 5% 10% 15% 20%، تيكون عاطيهم ليك. دونك انت خصك تفهم بان راه ضروري غتحسب البريم دونسيانتي. اش غدير الا كانت عنده عاد مده الاشتغال ما بين عامين وخمس سنين، كتشد السالير دو باز زائد لي زور سيبليمونتير فوا 5%. الا كانت عنده ما بين 5 سنين و 12 عام، كتشد السالير دو باز بليس لي زور سيبليمونتير وكتضربهم في 10%. الا كانت عنده ما بين 12 عام و 20 عام، كتشد لي زور سيبليمونتير وتضربهم في 15%. الا كانت عنده اكثر من 20 عام، كتشد لي زور سيبليمونتير بليس سالير دو باز وكتضربهم في 20%. الا كانت عنده اكثر من 25% او لا عفوا اكثر من 25 عام، كتشد سالير دو باز بليس لي زور سيبليمونتير فوا 25%. هنا البريم دونسيانتي ها العلاقه ديالها، سالير دو باز بليس لي زور سيبليمونتير فوا طو، ها هي العلاقه ديالها، سالير دو باز بليس لي زور سيبليمونتير فوا لو طو اللي هما هادو 5% 10% 15% 20% 25%. الا كان عاطيك فقط السنوات، كتمشي تشوف السنه المرافقه لهذا الطو. بالنسبه للالوكاسيون فاميليال، لالوكاسيون فاميليال فيها جوج حالات. كيفاش كتحسب؟ بالنسبه لشي شخص مثلا اللي عنده ثلاثه الدراري، القانون او لا الحد الاقصى ثلاثه الدراري الاولين تيتخلص عليهم في لا سي ان اس اس 200 درهم بالنسبه للالوكاسيون فاميليال او التعويضات العائليه، كتسمى التعويضات العائليه، كل واحد تيتخلص على الدراري ديالو. دونك بالنسبه لثلاثه الدراري الاولين تيتخلص عليهم 200 درهم، بالنسبه لثلاثه الدراري اللي من بعد هاد ثلاثه الدراري الاخرين، يعني ثلاثه الدراري اللي تابعينهم، كيتخلص عليهم 36 درهم. دابا الالوكاسيون فاميليال كتساوي عدد اطفال او لو نومبر دونفون، عدد الاطفال مضروب في المونطون اينيتير. المونطون اينيتير هو 200 درهم او 36 درهم، على حساب مثلا شي شخص عنده 4 ديال الدراري، عنده مثلا 4 ديال الدراري، اش غيدير؟ كيفاش غنحسبوا هاد الالوكاسيون فاميليال؟ اش قلنا؟ 3 بروميير اونفون 200 درهم، ولي 3 اونفون سويفون 36 درهم. عندنا حنا 4 مثلا، غنديروا 3 في 200 درهم وواحد في 36 درهم، فهمتوا؟ يعني واحد 200 درهم، 3 في 200 درهم، يعني 3 الاولين، وواحد الرابع هو 36 درهم، يعني الماكسيموم باش نعطيه 200 درهم هو 3. ما يمكنش نديروا 4 في 200 درهم، 3 في 200 درهم، والرابع غنضربوه غنزيدوا 3 في 200 درهم زائد 36 درهم في 1. دونك هذا هو الالوكاسيون فاميليال. هنا لي زامي انتهت الحلقه ديالنا. ما تنساوش اننا من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غندير واحد لابليكاسيون على سالير بغيت جلوبال كيفاش نحسبوه. شكرا لكم على التتبع ديالكم، ما تنساوش تزوروا الشين على اليوتيوب كور اونلاين وديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا، وشكرا.